عين فعالية التوعية عن الجلطات الدماغية، وكان هدف من هذه الفعالية نشر الثقافة عن كيفية الحماية من الجلطات الدماغية وشو هي الأشياء اللي الواحد يسويها في عمر مبكر عشان نمنع هذه الأمراض، تصلبات الشرايين اللي غالبا تؤدي إلى جلطات دماغية أو جلطات في القلب. فمهم الواحد ينتبه على الصحة، المراجعات الدورية and أخذ الأدوية كما وصفها الطبيب، مو فقط لأن أنا ما عندي أعراض الضغط ما يسبب لي صداع أو ما يسبب لي أي مشاكل، بعد مهم أن الواحد يأخذ الأدوية. ويتمتع مستشفى العين بوجود وحدة الجلطات المعترف فيها عالميا، وبوجود قدرات مؤهلة للعناية بمرضى الجلطات وتقديم أحسن الخدمات على مستوى عالمي.